لا تحلمي بهالشي. بتعرفي مين بكون أنا؟ بعرف هادي بيك، أنت مؤسس الشركة. ليش برأيك؟ حتى تجي وحدة جرسون مثلك تحتال وتقعد هون وتاخد مكان المديرة؟ تحتال؟ اوعك تحكي كلمة تانية وإلا بعطي دليل للدعوة اللي رح أرفعها عليكي. دعوة؟ إذا بدك أحكي مع نايا خانو، لأنه هذا اقتراحها، أنا ما إلي أي علاقة. مو للاقية بالأول؟ وين بنتي؟ أنا ما بعرف أبداً. هي قالت لي إني ممكن دير الشركة لأنها ناوية ترتاح كم يوم من الشغل، وأنا قلت لها ماشي. بابا أنا رايحة واخترت الشخص يلي رح يقعد محلي، اسمه مارال إردام. بتلاقي كل الوثائق موقعة على طاولتي، بس تعرفها رح تعرف ليش اخترتها إلها بالذات. ما تاكل همي أبدا. نايا وينها؟ صدقني والله ما بعرف. امبارحة لما شفتها بالليل فوق. فوق شو؟ اسمعيني منيح يا بنت، ما بعرف كيف اتضحكتي عليها، بس برا في مجموعة من المحامين عم يشتغلوا وقريبا رح حل هي المسألة. مين انت لتستلمي الإدارة يا بنت؟ حطي عقلك براسك وفورا البسي ثياب الجرسون وارجعي لشغلك والا رح تتقلعي من هون. تحركي. شو؟ ما عجبك فوق؟ كنت عم كب الزبالة. صحيح إلها ريحة، بس أنا كل يوم بحملها وبجيبها لهون، هاي شغلتي. شو صار؟ ما في شي، أنا آسفة كثير، عزمتك بس ما قدرت إني أجي. يمكن في شغلات أهم؟ لا مو هيك، ما قدرت أترك نايا. نايا؟ طبعاً، ما عاد في داعي تقولي خانو. أنت معصب مني؟ لا، ما في شيء. بس استنيتني. من وين بتعرفي؟ ليش إجيتي؟ لك ليش لا استناكي أصلاً؟ مين بتكوني بالنسبة إلي؟ مجرد زميلتي بالشغل، مزبوط؟ معك حق، خلص ما عاد افتح هذا الموضوع معك. أساساً موضوعنا ما كان مبلش. استاذ، لو ما كلفت بنتك بهالمسؤولية كنا هلا نحن عم نحكي بغير شيء. احسان، عملتها مديرة وكلفتها بالمسؤولية، شفت شو عملت؟ ما تحكي يا محامي، شو هي لعبة اولاد؟ للمسا ما لقيتوا شي طريقة؟ في طريقة واحدة. قول. إذا أثبتنا إنه نايا مختلة عقليا ممكن تظبط. أنت بدك يعني طلع بنتي مجنونة؟ وقتها ما بحق لها توقع. انتهى الاجتماع يا جماعة، شكرا لكم. روح حبيبي، اهدى. ماشي ماشي. اسمعني، نحن منعرف انه نايا انجبرت، مو هيك؟ حبيبي قديش تعبانة لحتى تركت كل شي وراحت، وانت هلا اذا بتاخد هالقرار مو صح. طيب شو بدي اعمل؟ بدي خلي هاي البنت القرصون تدير هاي الشركة الكبيرة؟ حبيبي نحن رح نطلع بعناوين عن شغلات انعملت بالغلط، الصحافة حصرتنا وما حلينا المشكلة، ونحن ما عنا ضمانة انه هالشي ما رح يرجع يتكرر بنوب، وإذا هالشي انقرى بوقتها شو رح يصير بلونا؟ نلاقي حدا تاني بوقتها. شو بدك تعمل؟ بدك تنزل إعلان إنك عم تدور على حدا بدال بنتك؟ رح يأثر علينا كتير، خلينا على الأقل نستنى يومين وبالأخير نايا بترجع. ومشان هديك البنت مرال؟ أنا سألت عليها، هي ما عندها أب وأم وما إلها حدا، وكل اللي بالمحل عم يحكوا عنا حكي منيح. محبوبة يعني بتوقع مانا نصابة ولا حرامية. شو فهمها بالشغل أسيل؟ أنت مقتنعة بهالشي؟ وبلا ما تفهم، صلاحياتها أن نتوقع الورق يلي رح نحطه قدامه وبس، وهيك بتصير لعبة بإيدينا. طيب قلي لي شو مشان شركاتنا الثانية؟ أنا ما فيني أتفرغ لها بهالوضع. أنا بتفرغ كل يوم، بيجي لهون بهتم بكل شي، هي ما بتفهم بشي، بتقعد بمحلها وما بتحكي. تعا تعا تعا. طلع منيح، مو كرمال بنتك أسست هالمكان؟ هي بحاجة ترتاح شوي من ضغط الشغل، لازم ما تقسى عليها كتير، بتضل بنتك. أوه ميرا خانم، كيف؟ إن شاء الله مبسوطة من معلمتك؟ والله كتير عم تشتغل طول النهار، ما شفتها. ما عم لاقيها، ما عم ترد على موبايلها، وينها؟ هادي بيك بده يحاكيها. ايه لا تقلقي، هي مالها بعيدة. مبين ما مشي الحال. بعدين بقلك شو صار. الظاهر بده ياكي. ليك يا هادي بيك، يلا. إذا بتريد قبل ما تبلش ممكن أحكي شغلة؟ قولي. أنا مالي نصابة هادي بيك، بنتك طلبت مني اني ساعدها وانا ما صدقت بس وافقت. انا والله بحبها للونا كتير، اذا ما بدك برجع على قسم الجاتو. وإذا ما بتصدقني استقالتي جاهزة. المستودع بتعرفي شو مشكلته؟ إنه البضاعة مخربطة فيه. حليها. ما فهمت. مو أنت تعتبري مديرة هالمكان؟ المستودع معبى كله على الآخر، أنت مسؤولة عن كل شيء. ما بدي أخطاء. إلك هالفرصة. تتقلعي إذا ما حليتيها. لساتك واقفة؟ حبيبي حكينا بشي تاني مو هيك؟ ممكن أفهم شو اللي تغير؟ كان معك حق، لازم فكر بنايا. واضح إنه بنتي شايفة شي بهالبنت مو عادي، لهيك وافقت، وأنا رح أعرفها. يلا بشوفك يا روحي. بشوفك.